اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير ونعم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله ما نسمع لكم كل خبر طيبة يا ربي، إن شاء الله تكونوا لاباس أنتم تتفرجوا في الفيديو متاع اليوم، ناشطين ولا فاشلين كيف انكم؟ قولوا لي لطف في التعليقات. اليوم الأكثرية هبطلكم فيديو قبل شقان الفطر، اكتبوا لي كيف العادة شنية دبارتكم باش ناخذ منكم افكار. اليوم حاصيلو دبارة محلاها، دبارة بنينة، ودبارة ما نحكي لكم مش حاط شخشية خليفها، حاصيلو بنا من وراء العقل، عجبنا من اكثر الدبارات اللي عجبتنا في رمضان، ونتصور حتى هي باش تعجبكم، وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. نعرف الحيرة توا متاع رمضان ومتاع الدباير، بصراحة ربي يعاوننا ان شاء الله، ربي يعاوننا على الدبارة اكثر من معناها شنو مطيب واكثر من كل شيء. حسيتوا كيما قاعدين تشوفوا البنات اليوم اعمل دوري على الدار معاكم الاكثرية وكان نبدا معاكم ملكو وجينا، بما انه اليوم هيك روتين يعني دبارة سهلة ما تستحقش برشا وقت، في ساعة نجم تحضروها، قلت خليني نعمل معاكم هيك روتين صغرون في الدار تتشجعوا بيه معايا. نعرف اللي الناس الكل فاشلين مفشلنا شوية، مش الصيام، السخانة تفشل شوية الحقيقة، خاصة كي تخرج لبرا الدنيا سخونة مع العجيش شيء كبير حصيله. المدة هذه الكل لازم باش نعمل هيك ضربة اسبيراتور وضربة مسحة خفيفة للدار، علاش؟ خاطر فما عجاج قوي على الاخر، نحس الدار كلها غبرة، ما نحكي لكم مش اني عاد بالحساسية، ما نحكي لكم مش يعني الدار لازمتها ديما نظيفة، ديما ما فيهاش غبرة، نتقلق على الاخر بالغبرة، ما نحكي لكم مش اصلا اليوم شنو صاير فيه. الحمد لله وكاو يعني لازمتني كل يوم الدار هذيك ما تتحلش فيسع، نعمل ضربة اسبيراتور، نمسح كل الملاعب، وصدقوني كل يوم نلقى الملاعب متاع الدار حالة بالتراب، خاطر عرفتوا داري على الشارع وكله بيبان وكله شبابك، ديما بلي تسكر ديما فما غبرة داخلت لك، ديما كل يوم هيك. تو عندي 4 أيام هيك حصيلو لهني البنات، كملت الصالة وعملت مسحت صيقت البيت البان، وهذه أول حاجة صيقتها، وكملت مسحت الصالة وكل كل جست الملاعب ونتمشى والباقي زرابي وكاو. عندي شوية بش نحيته، حطيته معناها الصباح قبل ما نخرج يتغسل، تغسل لاني جيت لك المنشر حالة بالغبرة، ديجا مسحته قبل حتى ما ننشر تبش صفرة، ديجا البلكون ظهر أصفر، كون تصور بمدة هذه كل تبدا حتى كيف يتبدل طقس من طقس تبدا كيك يعني الريح وكل حصيروا لهني البنات. نشرتك بش وباش ندخل على الكوجينه نخمم في الدبار، إيه لما حالة دبارتي اليوم باينه شنية، خاطرني باش نطيب الدبارة متاع البارح ما كفانيش الوقت، وكيما قلت لكم ما قالوا لي طيب كسكسي، طيبت كسكسي، اما اليوم مش نعمل دبارتي اللي انا حبيت عليها امس وقضيت لها امس. ديجا كملت الدار، ركحت الدنيا كل، مسحت ملاعب الدار، تهنينا عليها، تو ندخل على الكوجينه نعوم بحري معاها. اليوم تقريبا دخلت كيك الخمسه، دبارة سهلة كما قلت لكم، هيش بحاجة كبيرة، حاجتين باش نطيب حتى سلطة، ما نكذبش عليكم ما كفانيش الوقت باش نقصها. هزيت لميتك الطاولة، ديما كيك الطاولة خاطر يفطروا صغار لهنية كل، والحق نخليهم يفطروا وحدهم الصباح، نحطوا لهم مفطورهم وكل ونخليهم يفطروا وحدهم الشكل اللي اني معاهم، بعد هكا كي نجي لما بعض باش نرجع الأزر ونمشي نرجع الماء الكسكس والطنجرة ريتو، مانيش في مخي جملة وينو مخك الله أعلم. حسيت المعونة تقدس، خاطر عندي معون مش متاعي، كي هيك يجي معونة جديد نولي ما عادش لاقية وين نحط المعون، أما برا هكا وتم بعد نخبي فما حاجات ما نستعملهمش ديما نخبيهم، وهكا تفرغ عليا شويه الدنيا باش نعمل لما الكوجينه، لازم هذاك كل يوم حاله بالفتاة. وباش نمد القضيه اللي باش نستحقها باش نعملوا خبزه محشيه بطريقه جديده، اول مره نعملها، مش طريقه جديده هي، اما الحق هكا حاجات بساط بدلتهم،
حسيلو ما نحكي لكمش على البنا، ما نحكي لكمش. قالوا لي عاود هنا غدوة. بطبيعة ما نعاودهاش في ساعة في ساعة باش ما يقلقوش. نهارين اخرين نعاودها. حسيلو قالوا لي مش نرمال، بالحق بنينة ما شاء الله، حتاني الحقيقة عجبتني على الاخر. مديت الفارينة والخميرة باش نعمل الحظ العجينة، خاطر لازمتها تتخمر. العجينة عادية كيما نعملها في العادة، حاجة بركة شنوة، ما فيهش برشا خميرة، نص باكو خميرة، وفي الاخر باش نحطوا فيها كمية كبيرة متاع زبدة. حطيت تقريبا مغرفة متاع خميرة، مانيش باش نكثر الخميرة خاطر ما نحبهاش تتنفخلي، نحبها تجي هيك جويدة تشوفوها من بعد. حسيلو بنتنا مش نورمال، جيت الحقيقة عجبتنا على الاخر مع الحشو اللي فيها وكل. اني ديجا ما عملت حتى شيء معاها، لا عملت بريك، لا عملت، ما عملت شيء. كنت حتى باش نحط نشوي شويه سكالوب، ما قلت زيت، متاكده اللي هي باش تعجبهم. خديت كاس نتاع حليب وكاس نتاع مي دافي بطبيعه، باش نحط الملح. وكهو تقريبا هضمهم المكونات. مشيت جبت اللي نعجن بها، وباش نعجن توا الخليط. اني تقريبا عملت كيلو لبنات، خاطر باش نعمل كعبتين، واحدة قلت للعشي واحدة للسحور، وصغاري يفطروا منها. كهو باش نعجنها، ما حطيتش بطبيعة زيت كما شفتوا. من بعد نحط الزبدة. هي كيما العجينة العادية اللي ديما نعملها، أما الحاجة الوحيدة أني ما حطيتش فيها خميرة برشا. تجمو تحطوا زادة خميرة متاع جاتو، ما أني حطيت كان خميرة متاع خبز، حسيتها لهني جارية برشا، باش نزيد لها شوية متاع سميد ورطب في الأخر، هيك باش تعطيني القرميشة للخبز. باش نحط توا الزبدة، حسب تقريبا مغرفتين هيك كبار. بما انه زدت خاطر الفارينة، حسيت روحي حطيت شوية خميرة. وهذه هي العجينة، العجينة دوبة شوية هيك تتحل فيها الزبدة، وبعد نسكر عليها ونخليها تخمر في عقلها. ماهيش باش تقعد برشا ترتاح، خاطر الدنيا سخونة والخميرة في ساعة تتفاعل، معناها تبدا الدنيا سخونة في ساعة في ساعة، ما تاخدش منك وقت. باش نهز توا اللي استعملته الكل نحطه في بلاصتو. ما زلت حتى المعورة اني ما غسلتوش، قلت خلي نرتاح من العجينة وبعد نتلهي في المعورة. كملت عجنتها هاكم تراو فيها تتلصق، ما هيش هكا اليابسه. ديما العجينه ديما كل ما تكون طريه، كل ما تكون هكا من بعد تكون هكا، عرفتوا البنات، طريه وما هيش هكا اليابسه وتجيكم ناجحه. نخليها هكا طريه عادي، باش نغلفها بالبابي فيلم. كنت مش نعمل بابي الومنيوم مزروع، شوف التركيز. سربي الماكله جات بنينه، وساعات هكا كي نبدا مانيش مركزه نخاف، ما لاباس الحمد لله. هذه أهم حاجة ارتحنا منها. باش نمسح رخاماتي، باش من بعد ما تكثرش عليا الكوجينة وتبدأ هكا، عرفتو كل ترجع نولي نبخل حتى مرة جاي باش نعمل حاجة تصدم الكوجينة. حاول كل ما نعمل حاجة نمسح الرخامات وكل. لاني جيت باش نحضر توا الشربة، اول حاجه واول مرحله في الشوربه شنو باش نعمل. خديت سكالوب، شويه بصل، شويه زيت، وكيك زوز سنون نتاع الثوم. باش نعمل سكالوب، يعني نطيب سكالوب، وحاجتي بك المرقه نتاعو. باش نقليه شويه ونحط له شويه فايح كيما الملح، فلفل اكحل، شويه كليل، وكهو ما اكثرش من الفايح هذوما. خديت زوز سنون نتاع الثوم،
مانيش باش نعمل لبنان شوربه بالسكالوب بيضه، باش نعمل شوربه بالشامبينيون والسكالوب، شوربه بيضه يعني حسيلو بن 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 مش عاديه يعني. قبل نعملها الاكثريه زاده بالخضره، نعمل خضره وبعد نرحاها. المره دي ما رحيتهاش، خليتها كيف ما هي. في الحالات الكل بنينه الحق، احنا نحبوا الشوربه البيضه، وخاصه كي كلاوها اليوم ما نحكي لكم مش حصيلوا على التعليقات. نحبوا هذه واللي طيب لنا هذه، هذه ابن هذه ابن هذه خير هذه. هي بنينه بصراحه، بنه اخرى خاصه بالطريقه هذه، بنه اخرى. اما ديما احنا الكبار نميلوا معناها لك شربه الشعير نتوحشوها، ما يجيش متاع كل يوم الحقيقه شربه هذه، هاكا تجي متاع شهوه بصراحه، بنه بنه مش عاديه. اما هاكا نولي نبدل بها، خاطر المده اللي فاتت الكل شربه الشعير بصراحه، اللي نحب شربه الشعير. اما حتى هذه بالطريقه هذه بنه مش عاديه. في العاده نعمل اني شربه ديجا كل رمضان هيك ننوع، مرة نعمل شربة عدس مرحية، مرة نعمل شربة خضرة، مرة نعمل لك شربة متاع بروكولي هذاك بنين على الاخر. كل مرة شنو نعمل؟ سني كثرت من شربة الشعير، توا تقريبا 20 يوم شربة الشعير نعمل. كهو قلت خليني مدة جاية نبدل، خاطرنا شربة الشعير ما عادش ملوجين عليها جملة، وليت الشربة تكفيني 3 4 ايام بس، انسى في نهار في نهارين تكمل. به كملت السكالوب، مرقته بالمي وخليته يطيب على راحته. ولهني جيت باش نحضر الخبزة محشية، ما عادش بكري خاطر جا قلت لكم ديت الخمسة يعني تيك تاك في ساعة في ساعة. هذه العجينة سايد تقريبا خمرت شوية ربيع ساعة ما أكثرش، باش نبدأ نحل فيها. هي ديجا كما قلت لكم فيهاش خميرة، معناها كل باش تخمر برشا وكل عادية. حليتها شوية وحليتها رهيفة على الأخر، خاطر باش نعمل 2 طبقات. وبالنسبة للحشو انتم شنو تحبوا؟ تنجموا تعملوا هريسات عظم كما تحبوا. اني عندي شوية خضرة، عملت بصل وطماطم وفلفل هيك، طيبتهم مع شوية كلير شوية تابل، وكل عملت كخضرة يعني. تنجموا تزيدوا زيت اسفنارية، تزيدوا اي نوعية متاع خضرة تحطوا فيها الخضرة صغار ما فيقوش بها جملة جملة جملة. زيت المحلة ديما قبل نعملها يعني نحط فيها كل السفنيري، نحط فيها القراع بوشوكة، صغار يبداو ياكلوا ويتبنوا ويفيقوا بحتى شيء. حاسيلو اللي تحبوا تحطوا حطوا، تنجموا تعملوا هريسة. يعني اخترت اني نعمل الخضرة هيك، مع انهم الصغار ما ياكلوش البصل ما ياكلوش الفلفل وكل، بالطريقة هذه ما يفيقوش بهم جملة. باش نحط العظم، باش تحبوا تعملوا اعملوا، تنجموا تعملوها بسكالوب. اني عملت بتون، تليفون سكر، حطيت العظم وحطيت التن وحطيت المعدنوس وحطيت زيتون، وبطبيعة مشخشخة بالجبن، وزيت حتى قصيت فيها فرماج. حصيلو ما نحكي لكم مش نحكي لكم مش على البنة وعاد شخصية، خلي جيت فيها باش نعاود معاكم. زيت هذه اني العجينة اللي عملتها البنات قسمتها على 4، محليها العجينة كي تبدأ مخدومة بالزبدة بصراحة محليها كالون، تبدأ هيك مستبيضة محليها وتبدأ طرية تهبل. حاول اني شكلها خطرة طرية، عرفتو كل ما هي شكل مطاوعتني، اما ما مسالش المهم تجينا ناجحة. كملت بقيه كل الخضره اللي عملناها، اعظم كيف العاده. كنتش نحط سكالوب، من بعد قلت نعمل كعبه تون وكعبه سكالوب. نجمو تعملوا زيد مثال كروفيت شوفريت، زيد نتصورها تجي بنا اخرى. مره جايه نحب نعملها بالشوفريت ولا كروفيت يعني اللي موجود، حاب نعملها كيك. حطيت رشة متاع معدنوس وزيتون وكجبن،
زدت حطيت فيها حطيت فيها التون اخر حاجه، حاسيلو طبقه متاع الحشو اكثر من طبقه العجينه. علاش قلت لكم ما تكثروش الخميره باش ما تبداش شكل العجينه هيك هي الغالبه، تبدا لا يبدا الحشو هو اللي غالب. زدت قصيت فيها شويه جبن، مش نكمل الطبقه الثانيه. حاسيلو جربوها وكان ما هيك رجعتوا ليش بخبير باهي ما عاد تكلموني. صدقوني ترى متاكده اللي باش تعجبكم، وحكايه سهله وكل اما بنينه على الاخر. نبدلو شويه عليك الخبز المحشي اللي يبدا هكا وروليه والبطاطا ودري شنو وكل. حطيت عليها كعب عظم دهنت به ورشيت عليه جلجلان، ما عنديش سينوش، حبيت نعمل سينوش وجلجلان ما عنديش. كملنا الخبز المحشي حطيناه في الفور ونمشيو توا لهني بدي يقرا. يا سيدي نزل بروحك ما عادش بكري، لازمتني نحضر الشربه مش باش نعطيهم ياكلوا كان الخبز المحشيه، لازمتني نكمل الشربه. خديت مغرفتين متاع زبده، تنجموا تعملوا زيت، انا حبيت نعملها زبده اما نتصور زيت اصح ولا محال. وخديت مغرفتين متاع فارينه، مغرفتين زبده ومغرفتين فارينه، وخديت هذايا البنات الفطر ولا محل ديما الفطر يعني يكون فرشك خير. اما لهني في مساكن ملقاشي جمله زيد مره فلفل عزيزه تجيبوش. حطيت معناها سوتيت شويه فك الزبده والفارينه هكا يزيد يبنين على الاخر كي تعملوا المرحله هذيك. ومن بعد البنات مرقت بكلمية متاع سكالوب وكهو. هذه هي الشوربه سهله وتقعد تنطيب فيها بطبيعه كي تبدا تخثير هكا بطبيعه. فيها فارينه كيما الصوص مثال باش طيب صوص بيشاميل ولا حاجه، تبدا تخثير هكا كلك الفارينه تطيب وكل نزيد لها حكه كريمه فريش. هو من المستحسن تتحط لها كريم ليكيد. كل القشده السائله هيك ابن برشا الحقيقه، اما ما عنديش اني ديجا هذيك الحكه شريتها من قبل رمضان. جرب بالذات مازال مريقه خاطر كيما تعرفوا ما فماش كريم فريش تتباع. هكا هو البنات خليتها تطيب على راحتها، زدت لها في الاخر معدنوس، وهذيك هي الشوربه متاعنا. ما نحكي لكمش على البنه وكها، صدقوني من ورا العقل صار برشا راكم تعرفوها. لهني البنات قصيتك الخبزه هكا بعد ما بردت وشدت روحها باش نحطها في السخنه وكهو. هذا هو عشان الحق ما كفانيش الوقت اني باش نعمل، حبيت نعمل سلطه ما كفانيش الوقت كهو. لاني كملت جابولي جاتو خاطر المده هذه كلها الله غالب ما نلقاش الوقت باش نعمل حاجه حلوه. اوكي ناخذو من برا، منها للسهريه منها للسحور، خاطر نتسحروا حليب وكل. هاي يا سلمى استنى بالله نكفي شربة مش هيك حدا شربة ما شبعان نتلو ابيض دي ابيض ذوق وقول لي سلمترا بنين هو دولة وريتولي هاي صح شربتكم. على سلامتكم مرحبا بكم معنا في السهرة. شنا حوالكم لبس عليكم قلتولي كذاك قلت لك تبدل تبدل لك ما عجبنيش كي ولا هي صحت مرة بركة نعم في الوقت صحت مرة بركة في رمضان. صح هاي كور هو تاكل غريبة محقة هاد
الحر ما تهبوش بكل يتاكل فم حر ديريكت تقول له هذه تشربها ايه تشربها وما شتعود هول هيك الفم هذاك ما عادش تاخذ خاطر حر اما نحسها ما تلوش تو مقرونه بيضه طيبت لها مقرونه بيضه ليش آه خلينا نكمل مقرونه بيضه كان هيك تحبش قهوه بابا قهوه المره الجايه تو يشتهوا في قهوتك يشتهوا سيري حبس بسيار حقا وقال طيبة على مهلب في كتفور مش في ريك تسكر الغاز ترد ولي ترجعها بتبع يموت نحي الوجه وتبع ترجعها نحي شوية نحي شوية من الوجه الوجه بعد تسكر وبعد يعني نحي الوجه استنى فيها نحي الوجه لا لا بابي خلطها حط في الكيس بابي خلطها من غير ما نحي الوجه ليش؟ وي بتوجه خير شوف زيد راد نحيو الوجه الوجه نحيو الوجه كمان ديك في الغيط ها قيت وحده هذيك في تحت ال تقولي شريتو كعبه شريتها صح شريت شي من هذا من الاخر شريت كل وقت اللي اول ما عملت مرمات الوقت تلوج عليها وهاد القناه وين لقيتها؟ ها؟ وين لقيتها؟ لقيتها فيك الحليب ومشتقاته. عبيت الأكثرية يلبسوا يلبسوا لنا عبايات وقفاط البارح قفاط وعبايات ولا يلبسوا في عبايات كل سروالجين وكل عباية فوقها. نحب نشغل عبايات في الحانوت شنو نطلع ناخذ نشري سبادري سبادري نمشي بيك. صوت الليل عظيم صبات نزل 400 دينار صبات 350 470 كنت خوينا طيب بوتيك في مستي شكري عجب صبات 750 عنديش حتى مشيت اليوم شريت صبات من الفلي ب 50000 الله يهبك والنهضة ثمانية والنهضة سكر حد ديما نمشي نعمل طلع لك الفريق هذاك نصب 50000 والله يهدو خاصة البارح البارح تعرف مازال كي حلها النصبة راقت حالة فمي فك الصبابة يقتلوا 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 حاصيلو ما عنديش 50 قلت تنرجع اليوم لقيتهم عليه مش خذوهم مدي نلقى امرأة يمكن مجملة في القاعة جي 20 صبات حضرة سيكان هيك جبت تبيع فيهم بختار متاع صغار متاع مسيك متاع البنات كلهم في البلون يهبلوا حسيلو يهبلوا كالصبابة ب50000 خاطر غاليين العباد ما همش هكا يدوروا بيهم برشا وهما يهبلوا اما خذيت انا سبادري محلاه ابيض كنتش ناخذ صبادري اكحل زاده مزيانك عالي شويه وكم مزيانك جديد والله مش ملبوس لقيت صبادري قد شكري شوي خديت له شكري قلت كان ما عجبوش نرجع نبدلو شوي عجبو شكري لوح نتاعو الكريستي قال الله يخلي له تريف شكري زعما كي يقتل فما عندنا صبادري كبير مش خارج قداش تعيط ونعرف قداش يلبسه 50000 ولا ما طلع والله علاش وينك المنشية ريت فما حوانت غادية حانوت بتاع فريق لكن صب يعني هذه نصبة ايه انت بتتعداش على المنشية هبطني في السوق لحد غادي كان بينك الحوانت غادي صب الدين الله يقبلك ايه ابرك ما ريتش نهار تاك الوقت شريت سبيدري هاك ال 30 ليلك ولدك على عمر كل شيء نهار توصل نتاع نادي نتاع سالبة مشيتش ناخذ روحي وما خديتش روحي محلاه توا مشيتش ناخذ روحي زوز خديت الشكر ديما اخر واحدة نقوم في روحي توا راه كل يوم يبدا كيف ناصبين توا توا نزيد غدا نعمل طلة وناخذ انا زاد انا ما عندوش اشري لهم للعيد تزينه بعد اللي خسر اللبسه هذه كلها بالسكر كل لبسه تعيد اللي بتاع الاولاد اللي حطوش ما عمرهم ما عاودوا يلبسوها عاملوا الوقت هيك سروال بيج وسريه كانوا هو يلبسوهم دخول القرايه
عكس الوالي الفير ميليتير البودي أبيض زاد لبسوه كي وقت معرفش يجي يقدم أصلا تو ولك تعملها ولك البيت دهنا شريهم كان سبور سبور معرفش تشريهم لبس لبسوا أنسة ذوك ما كنتي رجال لبسوهم بالقفية اللي يبدا يبكي يقول لي لا ما تلبسوليش حبوا الطيشة إلا لبسة عيد اللي صوروا بس العيد الطيش لا ما نشوفش نشي كون نشوف سبور سبرينمون وصلنا الولاد مزيانة خير سربت ماما مزيانة واش سربت ماما كش مشي شريها كاليتي شني أطرمهم سربت مليت كلهم ما شتي وإلا صيف حي توا جاي الصيف عك عليه جاي الصيف من سخونة حتى السورية ما تنجمش تشريها ما عادش تلبس ما أصلا يلبسوهاش هو عندهم سوسونيات قداش عملناه وشريتلهم في العيد الصغير بيج في العيد الكبير شريتلهم هاك السربات ماما معناتها مش تريكو هاك البيست باش تلبسي لهم تحتهم تشري لهم سروال سبور ماما سراول توريك شري لهم جينا شري لهم سبور خي تجين ميلبسوهمش تجين عندهم مشيت في الفريق اول عام تجين ميلبسوهمش بيبيعوهم سراع ولا كيكة وحدهم حد نشري عبي العيد ونخاف لي يلبسوا من برشا عطا عليه يضغط كامل يلبسوا من برشا مش يسمي اشي ميزة عادية امس امس والله اي امرأة لبسك قليل لبس سبور بس روحك بيزال لبس سبور انت بيحب نحب الخيط كما سراري خاطر ديما شادة فيهم هكا خيط واحد ابيض واحد هكا باش فاتح ما نقصش هو طلقة طلقة ما بلا برا مشي مدها ماكينتك ترى تخدمش برا لا برا مدها برا برا مدها برا برا كان تخدم تعطي في سروال لا برا مدها لازم نزيتها نزيتها مش جايب لك بابا زين جرباها وفرحنا بها من بعد ان شاء الله نلقى لها الزيت نزيتها ما تحب تعمل حلوم ما نبداو في الحلو نبداو كل حاملين حلو ان شاء الله يقولوا لنا شنو تحبوا نعملكم حلو ما مستصنية في الغريب شنو اخر ما غريب على المقروض انا عندي البسكوت وزيت عندي عم نحب نعمل لك البيتي فور هذا طبعا ما لا عم تعمل بيتي فور او حبينا نعمل كعك ورقة مش ماشي الورقة غزينة غزينة اطلق الكرسي شاية ضعنا هذا جيش نخاف اللي تعملي كم بابا يعني بابا شد مع الفاليز هي دي هي نفسها الفاليز شد من لوحة من لوطة هي علمني ما علم معناته ماما عندها عام دي الماكينة والتو اللي مدتها وكما مدينا هنا ايش احنا مش مديش جيب لها الزيت والزيت تبدأ ونشي ضاع وما لمستها ايش خصني كان عندي ماكينة ونخيط لانهار كنا في الفروشة وفي الكالسونات كده نعلمك هي بالحاجة بالحاجة نتعلمها هكا بالمرة نتعلم حاجة هكا